السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم شيوات بنت أم جاد من جديد، عواشركم بروكا. كنتمنى تكونوا دوزتوا العيد في أحسن أحوال. اليوم إن شاء الله جايبة لكم فيديو صغير وميم طون للاستفادة. ندوز على بركة الله. هنا كي كتشوفوا قدامي اللحم ديالي ديال الحولي اللي بغيت نبارطاجي معاكم، حتى هو كيفاش جردته وكيفاش غادي ندير ليه إن شاء الله في البلاستيكات، وغندير ليه لي زيتي تيكي لانهم سي مهمين و تخوز امبورطون يكونوا عندنا في الثلاجه. لو طون اللي كنبغيو نجبدو شي حاجه كنمشيو ديريكتومون، بحال دابا غتمشيو معايا بمراحل اللي غادي ان شاء الله. بحال دابا كي كتشوفوا هنايا الضلعه قسمتها انا كي كتشوفوا سيغ دو، انا بغيتها بحال هكايا. اللي عنده الكونجيلاتور كما كتشوفوا اللي غادي يكون بليزيتا، يعني غيكونوا بتيغوار، يعني ب كيكون هكا يعني تيروارات، غادي نجبدوهم وغادي نقطعو على جوج. الا كان عندنا الفريغو كبير غادي نخليو الضلعه بلا ما نضطرو نقسموها على جوج. هنا كما كتشوفوا انا درت لي كوتلات بوحدهم، درت لي كوتلات، درت كما كتشوفوا الهبره ديال الهبره اللي غادي نقطعها ان شاء الله، غتشوفوها معايا غنقطعها بغوشات. درت طاجين، درت كما كتشوفوا، غادي نوريكم المرزية ها هي كيفاش قطعتها. شفتوا انا قطعتها عند واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين، هو جزار وعاش في الاسبان، قطعوا لي الصراحه بداك الشيء اللي بغيت انايا، والله يعطيه صحته. حتى هو صراحه قال يعني حتى هو ساهم في هذا الفيديو. نبقاو معايا باش نوجد نوريكم. ها هما التيكيت اللي شريت انا هادو سامبل كيتباعوا في مارجان، شريتهم وغنبدا نعمر الله في البلاستيكات وغنوريكم اشنو غندير. كما كتشوفوا هذه هي البلاستيكه اللي كنستعمل انا اللي زوينه وكيقولوا ليها نسيت على الاسم ديالها، انا نفكرو تيولا كريستال. شفتوها اللي خصيصه ديال الفريغو. شفتوها دابا غنبدا نعمر ان شاء الله اللحم ديالي وغنوريكم مرحلة مرحلة اشنو وشنو غنكتب وداكشي غنقول لكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هنايا درت، كتشوفوا هنايا درت المروزية قطعتها انا على هذا الشكل هذا كي كتشوفوا. هذه جات العنقرة قطعت بحال هكايا، ها هي كنقدو نديروها مروزية ومنها شوية نقدو نديروه في طاجين. هادي كيما قلت لكم الهبره يعني الجيغو داك الفخاد قطعتو على سير دو تاهو حيت منو العظم ديالو تحتاني، هما اللي غيكونوا ان شاء الله بغوشات وستيك. هادو كي كتشوفوا الضلعه، هاد الضلعه الثانيه اللي فيهم سير دو هادي درتها كامله اللي ان شاء الله نوريكم في الفيديو كيفاش غادي نحمرها وكيفاش غندير لها. هادو لي كوتليت كي كتشوفوا شفتوهم لي كوتليت اللي هما ان شاء الله غيكونوا في، درتهم على هاد الشكل ودرتهم على هاد الشكل. نعمرو دابا في الميكا ديالنا ونطلقو ان شاء الله ملي غندير التيكيت ديالي. كما كتشوفوا انا الميكا ما كنهزمهاش، يعني كندور عليها وفوق منها كندير التيكي باش نعلان كنسدها. تشوفوا معايا بدينا المرحله الاولى، هذه ضلعه صغيره. هنا درنا كوتليت اللي قسمناهم على جوج. هنايا الطاجين كما كتشوفوا اللي عطاني الكميه اللي بغيت انايا، واحد كيدير الكميه اللي بغا. هنا درت كما كتشوفوا طاجين متوسط، هنا طاجين صغير، هنا كوتليت للفرن وكندير كوتليت على الفحم، وهنا طاجين، وهنا كما كتشوفوا الدياله، هنا المرزيه الاولى المرزيه الثانيه اللي كتشوفوا، هنا الضلعه اللي ان شاء الله سي غنوريكم فيديو كيفاش غنطيبها، وهنا ضلعه صغيره. هنا باقي الهبرات اللي غادي نقطعهم ان شاء الله دابا، منهم ستيك ومنهم بغوشيت نطلقهم ان شاء الله، ملي غادي نقطعهم ان شاء الله. كي كتشوفوا انا رتبت ديال هادشي في الثلاجه ديالي. كما كتشوفوا هنا درت الزيتيكي كما قلت لكم اللي كتبقى طريقه سهله وكترتب لكم الثلاجه، وهنا الضلعه اللي حطيتها غير من الفوق اللي باش تجيني فاسيلمون ملي بغيت نجبدها. كما كتشوفوا دابا ان شاء الله هاد الهبره هادي بغا نخرج منها كما كتشوفوا ستيك، نحيدو هادو. كما كتشوفوا كناخدو ستيك من الهبرة ديال الجيبو.
هاد العملية كندير الراسي ما كيدير لي لا جزار لا والو، ستيك كندير الراسي انا باللحم. تعطيني هذه الثانية كيف تشوفوها الثالثة. كي كتشوفوا انا خليت هاد الهضره اكسبري ما غاديش نديرها، مي انا احتاجيت هنا لي ربعه لي ستيك، الاولى الثانيه لي عمليه سهله، الثالثه الرابعه. الطون اللي غادي نطيبو هذا لان ديجا كنطونديو بحال هكا، يا اما بايدينا كي كتشوفوا بهاد العمليه، او كتكون عندنا مطرقه ديال الاختصاصيه ديال الفيون ديال اللحم كنعطيوها بحال هكايا باش كتعرض عندنا اللحمه وكتولى كتولى عريضه، وديك الساعه كنخدموها في المغنى. دابا درت لكم فيديو كيفاش قطعت لي ستيك ديالي يا كما كتشوفوا، ومن بعد ان شاء الله غنوريكم لا براتيك كيفاش غنصايب اللحمه ملي غنبغي نبريزونتيها نطيبها ان شاء الله. كي كتشوفوا ها هو قطعنا الهضره اللي وريتكم قبيله، قطعتها كلها بغوشات، وستيك اللي وريتكم كيفاش دي قطعته، ودابا ان شاء الله غادي نديرهم في لي بلاستيكات وغندخلهم للفريغو، ونتلاقاو ان شاء الله بعد قليل ماريناسيون ديال البغوشات اللي كتجيني واعره وكتجيني شحال 100%. واخيرا كي كتشوفوا سالينا مرحله ديال التجميد ديال اللحم ديالنا، بروشيت كما كتبت هنا متوسط يعني ما عمرتهاش بزاف، نستيك بروشيت كبير يعني عامره، بروشيت كبير، وهذا هو البروشيت اللي ان شاء الله غنمارينيه.